وبرضه مع الشاعر، هنعيش مع الشاعر ياسر. لازم تتدبس. هو اللي يجي هنا يا اما يدفع يا اما يقول اختار. يا جماعه مش شعر ولا حاجه، مجرد خواطر بس، خواطر لو حسيت بيها فترجمتها لكلمات معينه. كان مره بس كان في حوار بيني وبين صاحبي عشان انا قلقان عشان في بنت كنت مديها ميعاد وما جاتش يعني. فقال لي صاحبي بين الليل والنهار غمضت عينه تروح في النوم. قلت له خايف اصحى الصبح؟ قال الصبح كله غيوم. قال له لا ما تخافش، بكره فيه الشفاء، فيه الفطار بعد الصوم. قلت له خايف اصوم اصوم وافطر على بصله وابقى في عذاب وانت في لوم. دي كانت حكايه يعني. ومره تانية حبيت بنت في الجامعه وحصل حاجه كده، فحبيت اقول لها حبيبتي ليه مشواري معاك انتهى قبل بدايته؟ وليه الخطوه سبقت قبل معديته؟ وليه مشينا في الطريق وليه مش لاقيين نهايته؟ حبيبتي راح فين الامان؟ راح فين الحنان؟ وراح فين مستقبلنا؟ وراح فين اللي كان؟ ولا اللي كان سراب معاك مشيته مع الشيطان؟ الشيطان اللي خلاني احب ونعيش في هذا الزمان. في حاجه تانية كنت حاسبه ظلم يعني، فقلت ظلموني الناس وياما مشيت، وكرهت يوم ميلادي وكرهت يوم ما جيت. جيت للدنيا وجيت لعذابها، جيت ولا اعلم من اين اتيت. أتيت من بلد غريب أم إني نسيت ظلم الناس ودمار البيت؟ البيت اللي عشنا فيه ويا ما حلمنا وقلنا يا ريت، يا ريت يتحقق حبي وحبي ويتبدل حزني بالزغاريت، زغاريت فرحي وفرحك. وكفاية بقى ده أنا يا ما قسيت، قسيت حكايتي ولا حد سمعني ولا قال لي مالك ولمين. شكيت للعبد، شكيت للرب، وقلت يا ريتني ما عشت الحب. شكرا. انت مستخبي فين يعني؟ انت مستخبي فين؟